السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم لعبة أوكتوباث ترافلرز اللي تعتبر من أنجح الألعاب الجي آر بي جي واللي ماخذة تقييمات عالية بسبب فكرتها الحلوة وطريقة لعبها القوية، فهي من تطوير شركة سكوير إنكس العملاقة، واللعبة تعتبر قديمة نوعا ما وهي نزلت على السويتش أول شيء حصرية سنة 2018، وبعد نجاحها نزلت على البي سي 2019، والآن مجانا على خدمة الأكس بوكس جيم باس. فهذه فرصة أنك تجرب هالنوع من الألعاب، لأن الصراحة إذا تحب شركة سكوير إنكس أو الألعاب الار بي جي فهذه الصراحة لا تطوفها، حطها بالقائمة عندك، أو إذا عندك أكس بوكس حاول تنزلها وتلعبها. فاللعبة مجانية لخدمة الأكس بوكس، وأصلا الحين صار سعرها رخيص في المنصات الأخرى ما عدا البلاي ستيشن. ففي هذا الفيديو راح نتكلم كالعادة عن ثلاث محاور، وهو القصة وطريقة اللعب، وآخر شيء هو التقييم الشخصي. فلا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب عشان نوصل إلى 450 مشترك ونحتفل في هذه القناة. فأخليكم مع الفيديو. حاليا خلونا نتكلم عن القصة واللعبة. هذه فيها 8 قصص مختلفة و8 لاعبين مختلفين، وكل شخص له أحلام ومهمة يبي يحققها. فأول شخص من ترتيبي العشوائي هو قصة أول بريك، هو محارب صديقه خانه وقتل ملكهم في الحرب وهرب، وبعد سنوات يكشف أول بريك سيف صديقه الخائن عند إحدى الزعماء، وتبدأ مرحلة البحث عن صديقه الخائن. وثاني قصة وهو سايرس، هو دكتور جامعي يدرس في الأكاديمية الملكية، وفي يوم من الأيام يكشف أن في كتاب مفقود من حوالي 15 سنة من مكتبته، فهني تبدي رحلة البحث عن هذا الكتاب المفقود. ثالث قصة وهو ثريون، هو لص محترف يحاول سرقة حجر ثمين من القصر الملكي، ولكن إحدى الخدم يكشفه ويلصق علامة العار على يده ويكلفه بمهمة جمع الأحجار المفقودة لإزالة هذه العلامة. ورابع قصة وهي أوليفيا، هي فقدت عائلتها في الحرب وتبناها رئيس الكنيسة في منطقة أجواءها شديد البرودة، فمهمتها المساعدة في البحث عن اللهب في الكهوف والعالم. وخامس قصة وهي بريمروز، وهي راقصة من عائلة كبيرة ومعروفة، اقتلوا أبوها وهم 3 رجال يحملون علامة الغراب وهي تبي تنتقم منهم. وسادس قصة وهو الفاين، هو صيدلاني يصنع ويعالج الناس المحتاجة للدواء من دون مقابل، مثلما عالجه إحدى الأشخاص في السابق من دون مقابل. وسابع قصة وهي تريسا، هي ماهرة في أمور التجارة ولكن تركت شركة عائلتها لحبها لاكتشاف غرائب وعجائب هذه العالم. وآخر قصة وهي هانت، وهي فقدت أبيها وتربت على يد أمهر الصيادين والمدربين، وفي يوم من الأيام قرر المدرب اللي دربها المغادرة للصيد وحش اسمه رد آي ولكن لم يعد، فهنا تبدأ عملية البحث عن مدربها. فمهمتك في هذه اللعبة انك تختار لاعب من هؤلاء اللاعبين، ومن ثم معرفة قصصهم وتضمهم مع بعض في تيم واحد وتتعاونون
لتحقيق أهدافكم. وحاليا نتكلم عن طريقة اللعب وما يميز اللعبة هذه، هي طريقة اللعب، وطريقة اللعب فيها جدا ممتعة وفيها تكتيكات كثيرة لهزم الوحوش، وكل لاعب يتميز بقدرات خاصة تساعدك على بناء استراتيجية لهزم الأعداء، ولكن لا تتوقعها سهلة لأن الاعتماد كله عليك وطريقة ذكائك في استخدام هذه التكتيكات. والوحوش فيها جدا صعبين لأن طريقة اللعب مو بس طور وروح عند الوحوش، هاللعبة أضافوا عليها طرق لعب جديدة، وأولها هي البوست. وشنو هو البوست؟ هو بكل دور يخلص يعطيك البوست، يعني كل دورة تمر يعطيك بوست واحد، فهالبوست الواحد فحدك أربع يعني نقاط للبوست، فأربعة حدك عشان تطق فيها الوحش أربع ضربات، يعني تمر الدورة الأولى هذا تاخذ البوست الأول، تمر الدورة الثانية تاخذ البوست الثاني، فيا أنك تقدر تدافع أو تطق طقات عادية، أو تقدر تستخدم البوست مرتين ورا بعض. يعني هو شنو؟ هو يعني طق ضربات متتالية بدورة واحدة، وهذا يساعدك على كسر درع الوحش اللي مرقمة تحت كل وحش، وإذا كسرته يلغي دوره وتقدر تسبب له ضرر أكبر. وأيضا تحت كل وحش مربعات علامة استفهام، إذا أول مرة تبارز الوحش لازم تشوف نقاط ضعفه بأي سلاح عشان تكسر درع الوحش، مو كل سلاح يسبب له ضرر ويكسر درعه، فأحيانا فقط السحر والماجيك بشكل عام يأثر عليه وليس الأسلحة، فهذا الشيء حلو. وآخر شيء عندك الدفاع، هم تحتاجه إذا الوحش هذا يقاوم اللاعب اللي أنت حاطه، فمهم الدفاع، فجدا يعتمد على تكتيكاتك. وأيضا أغلب اللاعبين تقدر تحط لهم سلاحين وتبدل بينهم، هذا بيفيدك في إذا السلاح الأول يقاوم الوحش فتجرب السلاح الثاني يمكن يكون مو مقاوم للوحش، وتقدر تغير السلاح الثاني شنو يكون مع تقدمك في اللعبة. فاللعبة جدا ممتعة وإدمانية، وخريطتها كبيرة والكهوف اللي فيها اللي تستكشفها، فجدا اللعبة صراحة أهني اللي مسوي هاللعبة، شغل جبار، فطريقة اللعب جدا جدا ممتعة. وحاليا وصلنا إلى آخر فقرة وهي تقييم اللعبة، ولازم نذكر سلبيات وإيجابيات هذه اللعبة. فنبلش بالسلبيات هذه اللعبة. اللعبة هذه طبعا الوحوش البسيطة راح تلاقيهم سهلة وما يطولون وياك، ولكن البوس هو الأصعب وللأسف، يعني فقط البوس اللي هو يكون صعب والباقي يكونون سهلين. وأيضا ماكو تنوع بالمهام، فقط تسوي مهمة تباري الوحش صعب، بعدها تدور ربع ويعطيك فيديو القصة، وعلى نفس هذا المنوال تباري وحش صغار بوس قصة، فماكو تنوع. ولكن إيجابياتها كثيرة طبعا اللعبة، يعني دائما يقول لك الحلو ما يكمل، فهذه سلبيات بسيطة ولكن إيجابياتها والله كثيرة وممتعة تخليك تدمن عليها. الصراحة قعدت أنا 4 ساعات ما هديت اليد من كثر ما اندمجت بالقصص وطريقة اللعب الجميلة وأجواءها. صراحة اللعبة فيها حياة من كل مكان، تحركات الماي، أجواء والطبيعة، وأيضا الصراحة الموسيقى، كل الموسيقى اللي سمعتوها هذه من اللعبة، فاللعبة فيها أكثر من موسيقى، والصراحة تنوع في الموسيقى أهنيهم على اختيار الموسيقى. وطبعا أصوات الشخصيات الصراحة كل شخصية
يعني ضابطين الشخصية والأصوات يعني جبارة صراحة. وأيضا التنوع بالقصص هذا إنه ما يخليك تمل كل ما تخلص قصة في شابترات حتى شابتر 4 أعتقد، فوالله إيجابيتها حيل حلوة، وطريقة اللعب وتبديل بين الشخصيات، فطريقة أول مرة ألعبها صراحة. ونظام الوحش في إنه تحت علامة استفهام شنو الشيء اللي يكون ضعيف فيه، والحماية تكسرها والبوست، شيء عجيب الصراحة، ممتع اللعبة. فاللعبة صراحة يعني من المواقع الكبيرة أعطتها 9.5 من 10، صراحة أنا أعطيها يعني 9 من 10. نقول اللعبة يعني فقط لو يصلحون قلت لك البوسات هذه، بس البوس فيه قوي والباقي ضعاف ما يطولون وياك، وماكو تنوع في المهام. فهذا اللي كان عندنا، يعطيكم العافية على المشاهدة، فلا تنسون باللايك والشير والسبسكرايب، لأن القادم راح يكون أقوى مثل لعبة ريتيرنال إن شاء الله، وأشياء قادمة للسويتش، فترقبوا وطقوا سبسكرايب وإن شاء الله راح يعجبكم الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.